إذا نظرنا حولنا سنلاحظ أن جميعنا متواجدين في الهاتف الذكي وقت طويل يومياً. وفي هذا الفيديو سأخبركم أربع معلومات مهمة يمكنكم استغلالها لزيادة مبيعاتكم في موقع إيباي من خلال تطبيق الهاتف الخاص لموقع إيباي. مرحباً، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. لا شك أن استعمال الهواتف الذكية يكتسح نمط حياتنا. وفقاً لبيانات الفيسبوك، حوالي 2 مليار شخص يستخدمون الهاتف الذكي على أساس يومي، و 90% من مستخدمي الفيسبوك يتصفحوا عن طريق الهاتف النقال. أيضاً موقع إيباي، 70% من الزبائن في موقع إيباي يشترون منتجاتهم من خلال هاتفهم. في سنة 2017 الزبائن الأمريكية اشترت منتجات فقط من الهاتف بمبلغ 80 مليار دولار. لذلك يجب علينا ملائمة صفحات مبيعاتنا للزبائن الذي يشترون من الهاتف الذكي، لأننا عندما نعلن صفحات مبيعات نحن سنراها فقط من الحاسوب. ويوجد معلومات مهمة يجب الانتباه إليها لتحسين صفحات مبيعاتنا في الهاتف. أولاً، عند إعلانكم المنتج للبيع ادخلوا للصفحة من الهاتف وتفحصوا مبنى الصفحة من خلال الهاتف. ثانياً، موقع إيباي أدخل عامل جديد في تطبيق الهاتف الذي يسمى بالـ View Item، الذي يمكن الزبائن رؤية وصف قصير عن المنتج، وهو عبارة عن نص مكون من 250 كلمة. يسحب إيباي هذا النص من مربع وصف المنتج، مما سيبين للزبائن بعض المعلومات عن المنتج ليشجعه لشراء المنتج. ثالثا، بخصوص إدخال الصور في وصف المنتج، أنصحكم إدخال صور صغيرة الحجم، لأن شاشة الهواتف الذكية لا تستوعب صور كبيرة، فإذا أدخلتم صورة كبيرة ستغطي مساحة الشاشة ووصف المنتج لم يظهر. رابعا، بخصوص الفيديو في الوصف، إيباي سنة 2017 منعت إدخال فيديو للوصف، أولاً بسبب أنه كان خرق لموقع من خلال الكود الفيديوهات، وثانياً تؤثر على مظهر صفحات المبيعات في الهاتف. أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو. أرجو كتابة أي تعليق عن الفيديو تحت، وكتابة من أي دولة أنتم، يهمني جداً من يشاهد هذا الفيديو. ولا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت. ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وامازون. اتمنى لكم النجاح بمشروعكم والكثير من المبيعات. ساراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.